عملية الشراء والبيع بقت يعني أقل من السنة اللي فاتت ولا زايدة ولا؟ لا هي بالتأكيد على مستوى محلي، على مستوى خارجي زادت. أفضل زايدة. زادت كام في المية مثلا؟ يعني قولي اللي زادته هنا قد اللي ناقص قلته هنا، يعني لو قلنا هنا زيادة 30% للخارج مصر، فهنا برضو اللي قلته حوالي 30%. بقى في توازن في السعر نتيجة إيه؟ إن العرض والطلب بقى متوازن. الناس بدأت تنزل تشتري ولا؟ لا لسه حاليا اللي هم بياخدوا عشان يبيعوا جملة. إنما بس لسه أو الناس اللي بيسافر للبلاد أو بيسافر خارج القاهرة أو خارج مصر. إنما لسه القطاع اللي هو بيشتري لبيته أو بيشتري هدايا أو بتاع لسه شوية. ماشي، شكرا.